Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshaAllah Azza wa Jal we will practice of that lesson where you find the two Shadda signs coming in the same word. So when the two Shadda signs come in the same word, how to read that word? Today we will practice of that lesson. First, I will read with spelling, then without spelling. I will read first, you have to repeat after me. Let us start now. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya za fatha yaz. Za kaf fatha zak. Yazzak. Kaf. كائمة فتحة كاء يزكى يا ذال فتحة يذ ذال كاف فتحة ذك يذك كاف فتحة كاء يذك را دمار يذكر همزة لام فتحة ال ميم دال دم مد المد دال ثاء فتحة دث المدث ثاء كسرة ثي المدث راء دمار المدثر همزة لام فتحة ال ميم زا دما مز المز زا ميم فتحة زم المزم ميم كسرة مي المزم لام دمال المزمل عين لام كسرة عل لام يا كسرى لي علي يا كسرى علي نون فتحانا عليين عين لام كسرى عل لام يا كسرى لي علي يا واو دما يو علي نون فتحانا عليون همزة نون كسراء نون لام فتحة نل إن لام فتحة لا إن لا ذال يا كسرة ذي إن الذي نون فتحة ن إن الذين همزة لام كسرة إل لام فتحة لال إلا ال لام فتحة لا إلا لا ذال يا كسرة ذي إلا الذي نون فتحة ن إلا الذين ميم نون كسرة من شين راء فتحة شر من شر را نون كسرة رن من شر رن نون فا فتحة نف من شر رن نف فا قائمة فتحة فا من شر رن نف فا ثاء قائمة فتحة ثاء من شر نفاثا تاء كسرة
من شر النفاثات. فعين فتحة فع عين ألف فتحة ع فع لام لام ضمة لل فعال لام كسرى لي فعال لي ميم ألف فتحة ما فعال لما يا ضمة يو را يا كسرى ري يري دال دمادو يريدو.